لومون ديبلوماتيك في عددها الشهري قالت لا ترانزيسيون تونيزيان اون روين. لست ادري ترجمت اذا كان هي الاسلم، بمعنى الانتخاب الديمقراطي يتلاشى او نهايه الانتخاب الديمقراطي، ربما هذا الاقرب للترجمه، ربما صحوا له خيان لانه الروين الاثار، لكن ربما اقرار بانه هذه التجربه الفذه، التجربه النموذجيه، الربيع العربي انطلق من تونس اصبح للاسف شديد، وكاني به في عداد الماضي. هذا منطوق عنوان لومون ديبلوماتيك لهذا الشهر، شهر نوفمبر. فاطمه، نعم، هو كذلك قالت انها لم ترى اي تغيير يعني في تونس، وتحدث عن صبر التونسيين من الناحيه الاقتصاديه اضافه الى الناحيه الحقوقيه. هذه التجربه التي يعني تم نحرها منذ 25 جويليه، وكنا نتمنى ان يتم التراجع بسرعه، ولكن طول المده وكانه اصبح البعض يطبع ان صح التعبير، او انه يكون الامر يعني سيقبل الامر كما هو. ما تشهده تونس من خساره كبيره في مكسب الحريات ومكسب، وان كان بطيئا، اصلاح القضاء الذي بدا قليلا يتعافى قبل الانقلاب عليه، عودة دولة البوليس، يعني نتحدث بكل وجع عن عودة القبضة الأمنية وموت العديد، يعني ما حدث من يومين في حي هلال نتيجة موت، حسب الصور التي يعني الصور الموجعة التي تم نشرها على صفحات الفضاء التواصل الاجتماعي، التعذيب، كأن ذلك قتل متعمد، الاعتقالات، التدوينات المرسوم عدد 54، يعني لو عددنا ما يحصل من تجاوزات أمنية وحقوقية في تونس هو كأنها محاولة لخنق هذه التجربة، ليس في مسارها الانتقال الديمقراطي ككل، ولكن حتى في مكسب الحريات وحرية الصحافة والإعلام وإصلاح القضاء وإصلاح المؤسسات، يعني مثلا في هذا الدستور الذي لم يتحدث عن العدالة الانتقالية، وكأن مشروعه هو المشروع الرائد الذي تحدث سبق وتحدث عنه حتى أمام منظمات دولية، ولم يلقى أذن تسمع مبادرته التي يريد فرضها بالعنف، يعني لا يقبل حتى التشاركية في أي مقترح يقدمه. نعم. يريد أن يكون الفاسدين يصلحون، يعني منذ متى من أفسد هو الذي يبني أو يصلح؟ يريد أن تكون عدالة انتقالية على حسب مقاس المفسدين، ويتحدث عن الفساد والإصلاح. نعم. يعني حقيقة لا أتحدث عن يعني بعض الكبوات أو الخلل الذي رافق العشرية الماضية، وهذا لا ننكره، الذي لم يولي عناية كبيرة يعني للاقتصاد والاجتماعي، ولكن على الأقل القانون 38 الذي كان بموجبه سيتم استيعاب ولو قليلا من اصحاب الشهائد الذين يعني تمت اهانته. ما نراه من الحرقه، يعني هؤلاء الذين كل يوم تحترق اكباد عائلتهم بسبب فقدانهم في البحر، يرون ان البحر احيانا ارحم من هذه من بلادهم. نعم فاطمه، وتعرف ان اليوم حتى في جرجيس للاسف الشديد ما زال يعني الوضع متوتر برشا على خلفيه ما وصفوه بتقاعس هذه السلطه عن حل هذه المشكله.